الجنه اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بنات؟ مش هحكي حاجه، خليكوا كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتي. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي، هكلمه لك بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط، حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز، حاكم سليبي مفيش بينه. العواطف بتاعي. الله يحفظك يا سليب، مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليلة الدخلة؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليب. العمدة طلعني منك يا حبيبي. وطلعتني؟ أنا قلت لحد تهدي بالسلاح. يا لهوي عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنوار. يا لهوي يا بشبتك يا فتحية، يا فضحتك يا بنتي يا فتحية. والله أنا وافقت بس كده يعني، من استنى بس وافقت عشان هو عشان أفكر بعد كده هعمل إيه. إنما أنا مش عايزكم والمطعم ده هيسكت بقى، انا هولع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه وست وست الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يا ولد تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على التعليق. ايه؟ لا غور يلا حسن الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي اللي حدامك مطلوب. يلا يا مجنون غور يا قمر. ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه لعلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. قمر يا ناس قمر قمر، البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة، يطلقكم مراتك بالقوة. حق ما تطرد ابو اسمعودي. انا ايه عند الحاجة؟ وانت كل شوية مقضيها لي الغاز. ايه اللي بتطردوه ده وحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوة الا بالله، واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجة ما يتسكتش عليها ابدا يا رجالة. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافية لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقه عن العمدة ده، هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرناطة كده في قلب الارض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبة هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيدة زينة وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجعنا وحسن ابو خد كبير، ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زينة؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعة. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجة تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعة احسن. يا رجالة يا رجالة بالراحة على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه انت تيجي عند الدار تريح شوية وتغير الهدمة اللي عليك دي وتاكل لك لقمة. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو طبخين النهاردة؟ بلوزي. بلوزي اللي هما بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطة دي؟
إعلانات. أمال إيه؟ وإيه صوت المية ده؟ هي بتحير تعمل بالبيرو يا رفع حن؟ اسمها عواطف. نكتب أنا عايز أعرف اسمها تتحرق. وده إيه ده كمان؟ بقول لك إيه بس الواد الزعافة ده من هنا. أخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ أما لو مش شريف كنت هتبقى عامل إزاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريدة. يلا امشي انا هنا سيدة القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري بين شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر. بصي بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول. اخرجي عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البيت. لا ابو النبي خرجيها ليه ده اكل عيسى ليه؟ دي غلبانة. ودي ست بردك خدامة يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكل. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك ان شاء الله تخرج من وسخاريخ ودانك مش فيك مجنونة في العربية التست. مش عارفة هتموتي مني ليه؟ مولعة ليه؟ ها؟ أنا واثقة من نفسي. واثقة من نفسي. أنا واثقة من نفسي وعارفة أنا عارفة أنا عاملة إزاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدها أجيب مراية ليه؟ المراية وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وأنا بعفرين يا خدامة. وأنا هنا سيدة القصر. قصر حقك. يلا يا أخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بيكي حتة. خلصتي؟ طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي يعني جاي من السنزبيزيشن بره؟ ما كانش جاي ده كان بيتنطط من الاتوبيس بتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ويروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص كفايه قطط قرفتيني. انا خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم اسمها قوطه. قوطه اسمها ايه؟ قوطه. قوطه قولي ورايا. قوطه 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 قوطه. ايوه كده. خلاص اتفضل. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطه يا اختي. هو كلام نسوان بعد من المطبخ وما نتكلم في خلاص هي دي. بطاطا بس كده حلوه قوي. حلوه؟ ايوه. بس هاتي بقى الفرقه اهي. برك كده وبرك كده. طب والصدر؟ ما اعرف صدر بقى زي الفل اهو. يا مرد عجيان. لا بطاطا انا ما اقصدش صدرك انت، انا اقصد صدر الفرخه. ايوه يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب انت عارفه الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبه بلدوج. كلمة بلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. سام عليها كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتهم وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت بتفكري هنتكلم في ايه؟ انت بتفكري ان السؤال في المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ بيقعدوا يتكلموا على دي؟ ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما. وتبص تلاقي المره من دول سامح الكاتب جربان وتقولك يا ابني احسن مني. هي كده كلام مش وانت تعملي ايه؟ مزوع. يا قطط انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من الحاجات دي. اهو بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد. الحب مش بالعافية.
تترجفي للمراجوس؟ طب ما بتترجفيليش اني لا. هو انت حبيبي؟ طب هو حبيبي. شغلت رنب عبون دوية معمارة لو أعرض له واحد اللي بالي ما تخلاش يدير شغلي بمارة بالهولي أحيي بالهولي أحيي ساتر يا رب. يا عيني عليكي يا حبيبه امي، ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليه؟ مالي يا عملون، مالي عملون يصلحوا للارض عليك. فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد؟ مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسة. دبت نملة، زقزقت عصفورة، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فين حوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه فاهم يا عمده فاهم. نرجتك ده يا فمك نور يا الله. وانت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت؟ انت يا روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها عايزه ايه؟ لا صحيح في ايه يعني؟ تعالى يا عم. وطي صوتك طيب. ايه بلد من عند الماء بالراحة. ايه ده؟ خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا يعني اصل الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه؟ الاجراءات يعني. انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة؟ في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا يعني؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللمضة. حاضر يا بتدري. ايه العجلابيتك يا عمدي؟ ايه سر الشر يا بتدري؟ ايه العجلابية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني أبداً،
ومن نجمة تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سيليبي. يا حبيبتي فتحي ده سيليبي يا حبيبتي حبيبتي بالحق. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سيليبي عامل ايه؟ الحمد لله اخيرا فتحي القدر جمع بعضنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سيليبي. اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحي انا قول قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحي من جوه. تعال 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 شوف تعال شوف اكل العروسة. الاكل بينادي اكاله. كل مرتاح يا سيدي. الحمد لله ربنا بيقطع من هنا وبيمسن من هنا. الف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم ايوه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سيدي؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وانعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده كنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي نهار كزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي انا أنا سألت واستعصصت على علاقة محمد الاثنين. المفروض إن احنا متجوزين بعض من سنين أو من زمان أو من يعني من يومين. فاحنا مفيش أنت تحلي لي دلوقتي يا بت أنت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني أنا دلوقتي عايز يعني أنت شايف كده يا سيليبي؟ وأنا شايفة ده كده. ده أنا هموت. إيه بت؟ إيه بت؟ على فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النيج منزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي. استنى استنى. لا صاحي
صباح الخير يا حضرة العمدة. وحياتك عايز 2 لبن بحليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ أيوة. ده اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا دكتورة. حياتك بقى زودت الأوردر عشان خاطر صحي تعب المرة تفطر معانا. أنا عارف إنه ده راست أوردر. اهو اطلبي بقى انت عايزه ايه. انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبه حليب وبقسمتين وخياره انما القته عليا لي ده انا حصرف من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سيليبي. الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف. انا نعمة قصيدة البت دي. والله بصون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي بموت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوته بقى. يا سيدي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح. اللي بيحصل ايه؟ مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع. ما تتحركش يا قلبي. عارف انا عايز اهرب دلوقتي. طب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله بس اصبر عليا بس راجع لك. حاضر. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عمل لي عمل حنوبه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلمبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلمبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلبيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. قول لك قفشه قفشه جنب. قول لك قفشه جنب. استنى هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بسرعة. اللي جابك الكريتة دي هنا؟ مش عارف انت جايب ايه. بسرعة يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر. يلا اهو انا مهلك على مهلك يا سليم. طب تخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه ياد يا حمار انت ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. ده مين ده؟ مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة. أنا عايزة إمبي. حاضر حاضر بعد الجيم ده. يلا دوسي إكس. أدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟ إكس بس مش إكس اسمه إكس. فين الإكس؟ أهو. أهو. عشان إيه بقى؟ بيباسي بيباسي. مبراسي؟ إيه مبراسي؟ بيباسي يعني بيعمل كده. من راسي شط زهقتني. دوسي دوسي يلا اهو كده اهو
ايه شاطر يا قطاطا، انت كسبانه لغايه دلوقتي. ما انا عارفه طبعا في خلبوسه. اما انت فاكر ايه بقى بلعبها على طول في الشارع؟ ايه اللي بتلعبها؟ البنك. البنك الحكم ده على فكره بيسنكل اللعيبه. لا ما يقصدش، هو بيوقعهم وهم بيوقفوا. ما يقصدش يا قطاطا. يلا انا الخناق. الحكم خلاص صفر. بيوقع اللعيبه؟ خلاص قال لك جيم اوفر خلص. ما تيجي نرقص؟ شتحت الحدوته يا قطاطا؟ ما انا هاكل الحدوته بس تعال نرقص. يلا ماشي. يلا يلا اللي تحت يا ولاد. ايه ده؟ لا اللي تحت. ايه ده؟ هتجيب المطرب هنا؟ تامر حسني؟ هتكلم تامر حسني ليه؟ هشغل مزيكا. حماجي؟ 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 لا محمد حماجي؟ يلا يلا يلا. انا ده حلو قوي. يلا 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 يا بابا 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 يا دكتور. حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، ارضنا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمده، الاهل البلد عملوه زعيم. اللمبي
واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايا يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللب وطار. يا اهلا يا زعمني. اتحشمي يا ولية وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. أهلاً 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 وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا لقيتك اتأخرت، المفروض إن أنت كنت تيجي تبارك لنا، ها؟ وبعدين اتأخرت فقلت بقى لا، قلت روح وأنا جاي على هنا بقى أنا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى أن أنت أبوها بقى، ها؟ نسينا ولا إيه؟ أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً بيك. إحنا خلاص، إحنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى أكل وعيش وملح وعيشة مع بعض. ده انا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب، الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسونا أسئل وفات، سألت رب البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه الوفات، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب، يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش، خد من العروسه يا جميل واديها، خد من العروسه يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. Thank you.
تلاقيها اسأل عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها بنت الأصول بالمال ما تتقدرش بعد السلام قدم له ألف تحية انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله قال يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل انا هبقى ست الكل بصحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش سليبي انا بنت صاحي صباح الفل يا سيدي الناس صباح الخير نوب العواف الله يعافيك بعد ترى جسمه مكسر جامد قوي الا قولي يا سليبي ايوه ده مرض ما عندكش الاوضه بس فداك يا سليبي يمكن نزل شويه فداك يا سليبي انا قولي هو اهدي اهدي يا سليبي أنا ده الدبانة بتاعت العيلة الهرسية اللي تثبت أن أنا من عيلة هريس من الموروث أيوة بقول لك إيه أنا هقوم أخد الحمام وأنت حضر لي فطار كده أجيب لك إيه تشق بيه
شو ايه؟ ريقك. والله بطل والله حامل قريمة تيتل. ايه يا زلمة ما بدش الأوضة بس اطلع كنز شوية فانا مش واخدة على كده. ماشي أنا إن كان علي أجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. إيه؟ بوز أو بانجة. بوز أو بانجة؟ إيه؟ يا بنت أم مصعب أنت عارفة؟ أنت عسل؟ غير ما الله يقول لنا عشان ده. يلا قوم وأنا أحضر لك شوية فطير على شوية عسل على شوية بيض على شوية جبنة. يا عسل أنت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سليم. إيه؟ بقول لك إيه؟ يا سليم لا تجيبني يا سليم. لا انت انت يا سليم. لا ما تسكتش معايا يا سليم. لا انت انت ما تسكتش معايا يا سليم. ايه ده كسفتني يا بنت حمود. ده عاد عاد هنا عاد يزوق برجلي. ازوق اسحب ولا ازوق؟ ده زوق ولا زوق برجلي. ايوه زوق زوق بنت. ايوه بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلتيها تيها يولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة دخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جمع بدوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلبها بالحال. ايا ابوس بيك. ايه يا سليم؟ ده والجبنه دي شفت لازم الهنا والشفي لازم الواحد يتقوت وبياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب اعتني التسكتة من على البلاص. سكتي؟ يلا يا سليبي. ايوه يا ده اعتني التسكتة بت حتي يا سليب بيختي عليكم على جمال. قمر قمر ايوه مضبوطة في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليبي. عايز ايه؟ ايه ده هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يلا جوه يلا يلا انت جوه. كلام الفاضي ده عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اكتع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضة دي. ايه دي؟ دي رشوة. انا كده وش صريح يعني. طب يا سليم دي خد البيضة وقول له ان انا جاي في ديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليم دي. لا والله تعبص في ديلك هتلاقيني على طول. ما تكدنيش التحسين يا سليم دي. عيني يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي في ديلك. خلاص يا سليم دي اكيد فوتك بعافية. ما عاد في سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرف. توحى اخرج يا سليبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين بروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل والشهد المكرر ده نساني كل حاجه. يا سليب احنا في الصباحيه. ايوه يا بنت
شفت امبارح كانت عامله ازاي الليله؟ شفت شفت النطه اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمره تاني. طب يلا روح له بسرعه. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك ها؟ فبقت لي استأذنني عشان خاطر مراتي تشتغل خدامه عندي. أمال إيه؟ بفهم في الأصول. بلك أنت العبد ده بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حب. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قول. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حمبر. هي لحمة الحبر أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم باله كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. وانت جهزي نفسك. هدعيلك. اعملي اكاوي وكوارع. هتلاقيني نازل من لما. ده انت هتطلع الطاقه يا سليبي. يلا قوم. روح يلا روح للعبد. ايوه روح لعيالك يا سليم. أيوة. ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسة وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليبي وترجع لي بالسلامة يا رب. دعيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليبي. يا رب يا سليم. يا سليم يلا 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 وجاي بقى سليم بقى وهو بيطير من عندي. يا قطوطه بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطوطه قطوطه بقى اصحي كملي. قطوطه انا كنت متأكد انك هنا. ازاي تخرجي وانت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. انا كويسه قوي. النبي يا دكتور في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرالها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره انا كويسة يا حبيبي. شوفي ما تدعمش نفسك يا حبيبي. انا كويسة. هو في ايه؟ وانتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ اتجوزنا ايه ونيلنا ايه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي انا كويسة يا جزرة. ازاي انت كويسة؟ ايش عرفك انك كويسة؟ النبي كويسة. انا الدكتور هنا اعرف اذا كنت كويسة ولا لا. خليني اكشف على قلبك. هو يا ريما ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف من اتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه. خرجت بدري من المستشفى يا راجل. واضح انها وقعت في غرامه. غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده سيجازر؟ انا كمان عشان اضرب في غرامه. ده انا مش ياما جزر بقى ولا ده انا ياما قتا كانت واقفة كده وعايزة تاخد مني بس يا دوب قطة وأنا عارفة دي من حاجة. طب يلا يا أخت السجن مستنيك. روح بره يلا. تعالى موسى أهو أحب أكلمك هنا تاني. قطاطة عايزة أعد من بقه. عيب يا قطاطة عيب. يا حبيبتي على العموم أنا رتبت أموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا أنا عارف ومتأكد إنك هتعوضيها عن عطف أمها وحنانها ومع الأسية الجاحدة دي. ماشي يا حبيبتي ماشي. مع السلامة. يوم يومك يا ابو ياسر.
عايزاك تنفخيها. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستانا وتجراسنا. يلا يا مارا يلا يا وليه منك ليها. خلاص فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة سيبيني. حاجة غريبة جدا. انا بطلبك انت قافلة تليفونك ليه؟ ايه جدو احنا كنا في الجنينة بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ ايه ده؟ ولا كان ممكن نخرج؟
والنبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كل رحنا جامعه الديوان العربيه وكان كشري عند فرغلي وسيبنا ربز عند عصير القصب. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجه كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شويه. ماشي. ترى هو بعد الرقصه دي حضرته دي في فريندز. فريندز. ماشي؟ ماشي هاتي. انت انا بنزل فين؟ اهي. اهو؟ ايوه بروح. ما عايز حبيبتي. انا هصدرك بعد هذا موسى. ماشي. كده؟ راح. بس مش عايز اجيب لك شاي المكتب؟ لا بتصعب ولا خلاص ما انت بتصعب الله ناس خلاص تسمع على كده ميزو الاقي ضغور اسمعي انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر انا خايف لا طرقتي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه ايه ده لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه ايوه يا دوبي 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 يا دوبي اسعب غدانا والنبي ترارارارارا اسعب مدومه والنبي ايه قطط اللي عملتيه في اوضتي ده مغسل هدومي هدومك طب ما احنا عندنا غساله طب افرض النور قطع جوزك يعمل ايه ينزل وسخ بس النسوان ويطريقها عليك والست دي معفنه الست دي مش مهتميه بجوزها يا قطاطه مش متجوزه يا بنت انت اللي تركزي لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه بصي لازم تتعلمي تعالي تعالي اجي تعالي عادي يا بنت ايه اقعد امسك الحته دي امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها قام راسي بقى كده انت تغسلي فانيلة نملة انزلي اغسلي بايديك كده كده هاتي عافية نملة هاتي عافية كده هاتي عافية بنتي كده بخش كده خلاص اهو الرات الجامد ايوه جميل قوي يا سوري يا نهار اسود ايوه مراتي كده ايه المصيبة دي في ايه؟ مراتي كده حلوة قوي في ايه؟ انت ملبسها بقى انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت بعدين ايه؟ بعدين ما تبقى ست بيت ست بيت؟ ايوه جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات يا سلام طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده ايه؟ ايه؟ قومي بره قومي كلميني بره ايه يا جدو في ايه ما براحة شوية مالك قومي قومي يا ست قطاطة ايوه كده مين اللي قايمة اهو انا عارفة الأرض من جنب فلاتة راحة اهو وراح فين؟ طلع بره يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده وبتعالي حقيني يا طاطا تعالي بقى ماشي يا ابني جاي اقول باب اللي مش عارف هو فين وبعدين اجي فين انت عايز ايه تعالي اقعد عايز اتكلم معاك انا مش عارف بس يعني ايه ايوه عادي يا اختي عادي اهو ايوه انا منك مش عارفه ايه نعم انت ايه اللي بتقوليه ده انا بقول ايه اخد اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان ايوه ده حد ده من عمره ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفولي عليا يا وليه ليه ربنا ياخدك؟ يا راجل انا ولا بحب ولا بتبين ولا بقول يا عباس بيه يا عباس بيه فهم شويه البت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حبي ايه وبتتحبي ايه؟ البنت لسه صغيرة. صغيرة دي ايه يا عمر؟ لا ليه صغيرة؟ أنت عارف وأنا في سنها كده كنت عاملة إيه؟ كنت ماشي مع نفسي عساكر الإنجليز في مصر. ده حفيدتي وأنا مربيها تربية صح. ما أخويا بقى ولا مربيها ولا منزلة ولا بتاع بقى أنت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا إيه؟ إيه يا عباس؟ مالك؟ مدفوق كده شوية. صحصح كده شويه يا عباس انت جيت في مره كده
نروح احنا كده نقعد جايبين لها صباع رز. جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر؟ جيت في مره رحت جايب لها مسكره، جيت حسيتها في مره كده في مره من المرات كده ان هي بنت وكبرت وبقت عروسه وبقت حلوه وطلبها الاكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي انا مش عايز العريس ده، لا انا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جد انت؟ تمشي على كده؟ انا ما بحبش اسمع الكلام ده، تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما ارتاح. انت ولا مش عارف معاك اي حاجه خالص كده؟ ما انت راجل ما تتعاشرش، طلعني انا مش سايقاك. عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانت والنبي عرفتي على طول بتخش برضه جوه القلب. وكمان جمال وانوثه، تحبي بنزمبلي، تحبي باديكير، مانيكير، ادعك في كعب رجليكي، اعمل لك مساج، انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده ما بيش نفسي هتاكل. حاضر. يلا يا بنتي نحمد وهاتي الاكل. يا معلم. وانت على طول ما عاد الراجل ده معاك في الزنزانة؟ يا اختي ما خدتيها ثواب، خدي كلي. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ نبي البنت دي صوتها حلو قوي، ممكن تعمل شريط قوي او لولب. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا نفسي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الواحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعدين يا ستي. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. انا يا زيزي طعميه؟ لا فضلت خيرك كفته. لا والنبي والنبي كفته. ربنا؟ اه كلي. داني داني زلوتي زلوتي. هلا رأيك حلوة مش كده؟ كلي يا اختي حلوة قوي. كلي كلي. ليش ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه. رايك يا سمير؟ مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطاط على داير مليم وبات الكلام. رايك يا صالح ما تفتح؟ حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا يا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكه ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ اسمها ليلى. جوزك لايف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام.
بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العزل ريس. طمني عليها يا دكتور لو سمحت. هتقعد ريس. ان شاء الله لو قعد 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه، كلية ولا تفاضل؟ تفاضل؟ ولا خط من بر؟ من بر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ أنت فتحت فين دراعي عشان تسرقوا مني دي؟ وأنا يا دكتور أنا مالي عملية؟ بس أنتوا ذكرت الأعضاء؟ نعم؟ أنتوا بتنتجوا فتحات الأعضاء؟ أعضاء مين؟ إيه اللي أنتوا معملاهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ لا أنا مش عايز جلوكوز، أنا عايز سوبيا. سوبيا إيه؟ بس ما دام عايز سوبيا، عايز سوبيا أو خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وأنت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ أيوة فين لميس؟ لميس أنا كلمتها وجاية لك. لميس. الله. أنا عايز لميس. هو أنا مت ولا إيه؟ مت فين؟ ما أنت بتنيلة قاعدة أهو زي القرد. اصحي كلميني. ايوه ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ لموسى حبيبتي يا عزازه لموسى. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. جملي حاطين لي الابره في دماغي. سلامتك. حاطين لي الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جد. حبيبتي تميقني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. انا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامه يا ميسو. ميسو. كيف عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليكي. عملوا فيكي ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليكي، انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجي لك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه. شوكولاته شوكولاته؟ اه. والنبي؟ ايوه. حلوه قوي. حبيبتي. منك هديك ليا. ويدلعك ويسجنك ويعطيك وياخد الحلم يحط يا بطة ياخد الحلم يحط يا بطة أم 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 أم. خلاص دلعتيني وهنمتيني بقى، إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ هيكون إيه يعني غير الحدوتة؟ يلا. حدوتة؟ بنت إيه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي أهو جاي لك أهو وزي ما قال كلوكوز. لحنية بقى فتحية. انا اطلع لهارسه ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليبي؟ الديانه الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده اللي جنبه ده. ايوه هتطلع في بيت في شباك. ايوه في بنت في شبال في فوق في تحت في بطلة في البين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنانا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمد يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة. الصبر حلم وكل وقت وله أداة. والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ آخ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لوراك يا هالي. إيه ده؟ إيه اللي على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح الكلام. أنت عارف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب.
هتلم من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش مسيدة زينب والله، يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره، طب يركب طعم دواسات وحياة امك لاجيب اسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لاذبح جدي ووزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع ايدينا على السلام. تمام، ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايزين انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا هضربك لو ركبت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحي، ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدقي اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي في حنيه كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزيك يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز، لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الهولا، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا معانا. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتش. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما هعتاد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز اني هخلص عليك. خبر يا حضره العمده، اهدي مش كده؟ ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟
انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا وحط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمده الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه. افتح الباب يا شيخ. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمده على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه. فهمني، من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني اني ايه ده؟ هو الشيطان هنا؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزق. انت واهلك اللي هدوء وعيله وطيه. ولا علوان طخ الواد ده عيارين قاعدين الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ جتك ده يا في امك. يمين بالله ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاث يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أري بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. خصية عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله إنني راجل أعمى عشان ما أشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على السلامة يا سعيد. سلام عليك. الحمد لله على سلامتك يا ريم. ألف سلام عليك. خليك أنا خلاص تمام، محدش يجي تاني. أنا خفيت. أنا خفيت خلاص. بط يلا يا أختي أنت وهي. يلا وعوني عرض كتافكم. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا أختي. يلا يا أختي. يا هلا. يلا وأكبر. والنبي يابا علقيلي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسيليبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عيلة متفهمة. سلبتك يا سيليبي. ما بلاش
سلب دي يعني سلب دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده والنبي عسل يا بنت ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي في سفينه ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحيه لازم ننزل الحراري حراره ايه اللي تنزل ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل